السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم عادل ومريم. كوني متألقة في بيتك. زهقنا بقى من طريقة البيض التقليدية، قلنا نغير شوية، نعمل بيض رول. عندنا هنا بيض، مكونات بيض وجزر مبشور وبصل أخضر متقطع رفيع ومعلقة حليب وزيت وفرشة، وعندنا هنا ربع معلقة فلفل أسود ونص معلقة صغيرة ملح. هنضيف الملح والفلفل الأسود على البيض، معلقة الحليب، البصل الأخضر المتقطع، والجزر المبشور، ونقلبهم كويس كمان. اهو عندنا قلبنا البيض كويس، هنجيب الفرشة ونبلها زيت ونمسح الطاسة بتاعتني. مسحة خفيفة يعني، نجيب البيض بتاعني نحط كده في الطاسة اهو اهو، نمشي كده في الطاسة. نملى بيه الطاسة كلها، نضيف كمية كمية اهو. طبقة البيض لما نام هنضيف طبقة تانية، نهدي النار شوية على البيض عشان يستوي كويس. دينا بنلم اهو في طبقة البيض اهو اهو، هندهن شوية زيت تاني اهو. نجيب باقي البيض اهو، ونوزعه لف كده برضو، كمل لفتها زي رول اهو اهو اهو.
نطلعها طبق التقديم اهي. وادي البيض يا حبايبي الرول اهو اهو، تغيير بقى وتجديد. انا عندي اولاد يعني يحبوا الجديد كده، والزوج يحب الجديد. بالهنا والشفي، ويا رب يعجبكم وتعجبكم الطريقة اهو. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتعملوا لنا اعجاب.